أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا حول النفقة والصدقة وخاصة في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الأجر والثواب للأعمال الصالحة، بل يرفع العمل الصالح، يرفع الله سبحانه وتعالى العمل الصالح النافلة فيجعله في عداد الفريضة الأجر والثواب، ويجعل الفريضة بثواب مضاعف في غير هذا الشهر الكريم على النحو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الحاكم وغيره عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه حين قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من شعبان فقال: ايها الناس، قد اظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليله هي خير من الف شهر، شهر جعل الله صيام نهاره فريضه وقيام ليله تطوعا، من تطوع فيه بخصله من الخير كان كمن ادى فريضه فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثواب الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن. من هذا المنطلق جعل الإسلام إن ما دام هذا الشهر يزاد فيه في رزق المؤمن فينبغي أن يوسع الإنسان، ما دام الله تعالى قد وسع عليه فينبغي عليك أن توسع على خلق الله. فتنظر المجتمع فيه المكتوبين، فيه المتعرضين للنكبات، فيه المحتاجين كالايتام والارامل، فيه. المال صحيح صنو النفس، والواحد حرصه على النفس تماما يتساوى مع حرصه على المال، وهذا من قديم، المساله ليست جديده، ولكن هو الشح، شح الانسان ده شيء قديم منذ الازل. تذكر كتب الخواف أن رجلا جاء إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه، رجل يعني من أمثالنا ممن يعني غرتهم زخارف الحياة الدنيا، وكل همه أن يجمع المال من هنا ومن هناك، ولا يبالي من حلال أم من حرام، ويريد أن يكون يعني له شأن في المجتمع بماله، بجاهه، بسلطانه، بوظيفته. اشترى بيت وذهب الى الامام علي يعني من باب انه يبقى يعني صاحب حظوه، فيروح للامام علي عشان يكتب له العقد، عقد شراء البيت. الامام علي رضي الله تعالى عنه يعني نظر في وجه الرجل، واذا هو الرجل يعني الدنيا كلها قد اجتمعت في وجهه، يعني رجل كل همه الحياه الدنيا. طبعا لابد ان نشير هنا الى ان ليس عيبا ان يسعى الانسان وان يجد وان يجتهد ويكون اغنى اغنياء العالم، لكن العيب الا يوظف هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. العيب ان يكون المال في قلبه متمكنا من قلبه. العيب انه ينشغل به عن الحياه، عن الطاعه والعباده والانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت صاحب مال وهذا المال في يدك تنفق منه ذات اليمين وذات الشمال، تنفق فيه على المسؤولين وعلى المحتاجين، تنفق فيه على الأرامل واليتامى والمساكين، هذا لا يريد منك الدين. نظر إليه الإمام علي فإذا به رجل يعني الدنيا كلها في قد أحاطت بنفسه وعقله وقلبه، والإنسان الإمام علي يعني يرى بنور المؤمن. لما نظر الى رجل وراه بهذا الشأن او بهذا الشكل قال: ناويني اكتب ورقه وقلم. واخذ يكتب الامام علي العقد لراجل جاي عشان يعني يشرف بان الامام علي كتب له العقد، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، اشترى ميت من ميت دار تقع في بلاد المذنبين وسكه الغافلين ولها حدود اربعه، الحد الاول ينتهي الى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الحساب، والحد الرابع ينتهي إما إلى جنة وإما إلى نار.
فقال الرجل يا إمام جئتك لتكتب لي عقد شراء بيت، تكتب لي عقد شراء مقبرة، أنا جاي لك عشان تجيب لي عقد شراء مقبرة، لأن جاي لك تشد تجيب لي عقد شراء بيت عشان كده أعلقها وأبوسها وأنظر إليها على طول. فقال الإمام علي هذا الرجل ردا على كلامه، قال له كلمات يعني أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. قال له لا، هذا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا بار للمرء بعد الموت يسلمها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير بالأموال بالصدقات بالطاعات بالأعمال الخير الصالحة، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا نحن عايزين نجمعها وعاوزين نبقى من أصحاب الأرصدة وأصحاب الحسابات، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار الغدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش النادر فيها. قال الرجل ارشدك يا إيمان، رجل بعض صاحب قلب يقظ وصاحي مجرد انه يعني خلص الموعظه انفتح قلبه وقال يا إيمان ارشدك اني قد جعلت هذه الدار صدقه على الفقراء. نريد ان نعيد امثال هؤلاء الناس، نريد ان نعيد صياغه انفسنا من جديد، نريد ان نعيد صياغه قلوبنا لتستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى حتى تكون ضمن القلوب الفائزه يوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لان نسلك هذا الطريق المستقيم، ولان نمتثل ما جاء في كتاب الله وسنه نبيه الكريم، وان نقتدي بهؤلاء النفر الكرام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا فيما ناتي من امورنا وفيما ندع، وان يبارك لنا في ايامنا واوقاتنا واموالنا وازواجنا وذرياتنا وفي كل ما رزقنا، ونساله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعاء كل من سالنا الدعاء، وان يحقق لنا الامال، وان يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.